قبل بعدا ما كنحط صويرة، قبل ما نحط فيديو، قبل ما نحط ستوري، كنكون عارفة راسي شنو كندير مزيان. أشك فوا كنقول لكم أنا مبان أنا وراجلي، ما عمري مبان أنا وياه، وما عمركم تشوفوني أنا وياه. علاش؟ حيت ما راضيش بيا. كنصور هذيك ليميسيون اللي كتعجبك برا وخايب والله العظيم ينسالي ونعيط لك. شنو علاقتك بالممثله نرجس الحلاق؟ راه ماشي شي حاجه زعما كبيره، راه هادي. انا وبنتي كنزعبوا، ما بغينا منكم والو، بغيتيني نشمع بنتي بخير ونضرب بها بخير ونعيش انا وياها مزيان، صافي هادشي اللي باغا، ما باغا منكم والو. واحد النهار جا وهو ما كيعرفش يبدل لي كوش، وبقيت كنعلمو كنقول له شوف كيدير لها كيدير لها، وحنا كنبقاو نضحكوا مع بعضياتنا بزاف. المهم بقى كيقاد لها لي كوش ومسح لها ووجدها ولبس لها وقال لها هانتي، وكيترعد كيخاف هو، وانا نهزها وانا نقول لها شتي بنتي ساداتك بابا قاد لك لي كوش. وهو جاتو جاتو قلت له شتي انا ما عمر بابا قاد لي لي كوش. هاد الحوايج هادو كنبغيها تعيشهم، ما بغيش نحرمها منهم شي نهار، امبوسيبل. واخا نعرف راسي نصبر على بزاف ديال الحوايج، حتى هو بيان سور خصو يصبر على بزاف ديال الحوايج بالنسبه، ولكن للاسف دونك بنتي مسكينه مكتمله تعيش نفس المصير بلا اب. صافي دونك ماشي مشكل، سي با غاف، انا نحاول نكون لاب وام وما نحرمهاش منه. راه الاب راه هو ظهر، هو ديك السقف، هو شي حاجه كبيره بزاف سورتو بالنسبه للبنت. الولد كتكون الام ديالو حتى كيكون حاس بالامان اكثر ملي داك الاب، ولكن البنت كتحس بالامان ملي كيكون الاب. بزاف ديال الناس كيلوموني لا كيفاش كنهضر على الاب. عمرك ما شفتي نرجس في حياتك كامله؟ لا ما شفتوش. عمرك ما شفتي كاع تلاقيتي معاه؟ صورتو صافي. عمرك ما تلاقيتي معاه؟ نو هضرتي معاه سمعتي صوتو؟ سي سي هضرنا في التليفون وهذا هو يبلوكيني. وعلاش؟ ما عرفتش، يمكن عنده حياته وخاف. هاكو كان كاين شي راجل في صفي ولا في ظهري، ما كانوش يتعاملوا معايا التعامل وكانوا يهزوني فوق راسهم. نرجس ما كتجمعنيش معاها علاقة ديال هي مرت ولدي، هي كتجمعني مع علاقة أبوية أكثر. أنا من الطلاق كنخاف منه، ماشي عليا أنا، ماشي مهم، ما كنخاف من الطلاق على ود بنتي، ما بغيهاش تعيش. هو كيتنازل على بزاف ديال الحوايج وأنا كنتنازل على بزاف ديال الحوايج باش ما نحطوش هذيك البنية في شي نهار في شي موقف اللي تولي حتى هي بحالي. نشوف مثلا أب، أنا لحد الآن كنشوف شي اب هز بنته كتجيني لحد الان اسف. هذاك الشيء اللي ما قدرش عليه كان ساهل بزاف انه يديروا في عوض اللي فرط فيا وفيها. فرطتي فينا خويا، سير الله يسهل عليك، ما عمرك رضيتي بهذه البنت حتى نهار طلبتي مني نخرج ونقول عاد حط صورتها سي تخوطار. ان هذاك السيد مرتاح دابا حيت انا ما كايناش في حياته، وحيت هاد البنت هادي ما عمرو دار على وده شي حاجه، والدليل هو انه فرط فيها. شنو النصيحه اللي تعطي باش الاولاد ما يعيشوش داكشي اللي عاشنا؟ يا اما ما يولدوش من الاول الا كانت العلاقه اللي ممكن انها تديك الطلاق، بلاش ما تضيع معك هذوك الوليدات بلاش. اولا الا كنتي ولدتي وكاع طلقتي خاص فريمون يكون واحد المرافقه نفسيه كبيره لهذاك الطفل. انا دابا الحمد لله راجلي عارف هادشي هذا كله، عاود له على طفولتي، معاوده له على كل شيء، دونك كنحاولوا انا وياه. كاينين المشاكل في اي كوبل كيكونوا فيه دي بروبليم، سورتو في القتال ديال المسافه اللي كنت انا في كندا وهنايا والوحم، وهذا راه كانوا مشاكل كبار بزاف. دائما كنحاول انا وياه اننا نلقاو الحلول، انه يرافقني هذيك المرافقه النفسيه، عارفني كنخاف انا من الطلاق، كنخاف منه ماشي عليا انا، ماشي مهم، مي كنخاف من الطلاق على ود بنتي ما بغيهاش تعيش. هو كيتنازل على بزاف ديال الحوايج وانا كنتنازل على بزاف ديال هو طلب مني خلي خرجي، بغيت نتهنى منك ومن هاد العلاقه صافي. دونك انا خرجت باش هذاك السيد يولي حر. داكشي اللي في جهدي كله اللي ما تقدر ديرو حتى شي وحده ودرتو انا على وجه بنتي وعلى وجه داك الحب اللي كان. تولد فنان ولا حاجه اخرى ولا عنده واحد الكلمه ديال الله يسمح لينا من الوالدين، لانه هو دابا ولات غير الا بكات تيقول لك الناري عندك بكات، فحس بالابوه، حس بالمسؤوليه. عيد ميلادك
كنت كنرغبك. كنقول لك حطي تصويره كل عيد جويوز انيفيرسير فينا، نهار حطيت تصويرتها ما كتبتي لاش حتى كومونتير، ميم جيم ما درتيهالاش. الله يعطي شي وحدين اخرين اللي يفتخر بهم ويقدرهم ويرضى بهم. صافي انا ساليت الهضره.